أريد أن أنبهكم على ملاحظة بخصوص المختبر اللي هو يوم الخميس إن شاء الله. المختبر بالنسبة للامتحانات مالتي راح تصير ضمن المحاضرة، أوكي؟ يعني اللي راح يصير شنو؟ إنه هذا الأسبوع اللي هو الخميس الجاي إن شاء الله راح ناخذ تجربة الكونفوليوشن، ورا ما نكمل تجربة الكونفوليوشن ابدي بالاسماء مالتكم بالتسلسل، اول 10 اسماء هذا الخميس ابتحنهم. شلون ابتحنهم؟ يسوي شير للحاسبه مالته طالب طالب وينفذ قدامي، وابدي اسئله مثلا اطلب من عنده يغير فد كم شغله واشوف او اقيم خلينا نقول المستوى مالته. فهذا هو الامتحان راح يصير بهالشكل، اوكي؟ طلاب جاي يسمعون؟ اوكي. يعني اول 10 طلاب انا هسه من راح اذيع الحضور، او قبل لا اذيع الحضور على الاقل حتى تعرفون، راح اكتب هنا الاسماء. يعني هذا الاسبوع اول 10، الاسبوع اللي بعده 10 الثانية، وهكذا. كل محاضرة كأنه امتحن نص الشعبة، كل محاضرة راح امتحن 10، تتكرر هاي المجموعة. دكتور، يعني بالمحاضرة الجديدة اي مال المكتبة، المحاضرة الجديدة نطبق عليها اي بعد طبق، الشهر. بس اسئله كم شغله المفروض انت ضابط التجارب السابقه. يعني مثلا اكو امور نحتاجها بالتجارب السابقه، مثلا التجربه الثانيه او الاولى. الاولى والله ما تلعب عام، الثانيه مثلا تجمع اشارتين، تشفت، فيكون الطالب يعرف. مو كل شيء ما يعرف ويجيني والله صار ما اعرف هاي شلون ذيك شلون تنفذ. لان صراحة يعني اكون صريح وياكم، الامتحان اغلب الاجابات تجي مكررة، هواي اجابات اجتني مكررة، فشغلة الامتحان هم مو ناجحة حيل. هسه مثلا هاي الاسماء العشرة تبدي من احمد رزاق وتنتهي بغدير جمال، هذولي المجموعة الاولى ابتحنهم هذا الاسبوع ان شاء الله. نبدي من احمد رزاق، احمد صلاح يشغل الحاسبة مالته ويسوي الشير، وانا اطلب من عنده يغير كم شغلة حتى يبين الطالب اللي كان يحل بيده، والطالب اللي لا والله كان الكود يجي كوبي بيست ويعطيني اياه. نبدا هسه بحلول الهوم وورك. هسه الهوم وورك الاول واضح قدامكم. اوكي. الهوم وورك الاول اللي هو كان بخصوص السامبلينج وال اي السامبلينج، خلينا نقول هنا عندنا الهوم وورك او السؤال الاول انه فور ا دي اس بي سيستم وير سامبلينج ريت 40 كيلو هرتز. عندنا نظام دي اس بي السامبلينج ريت او السامبلينج فريكوانسي 40 كيلو. The analyzing filter is a better worth low pass filter. هنا راح نستخدم analyzing filter نوع better worth. الكت اوف فريكونسي مالته 8 كيلو. الكت اوف فريكونسي 8 كيلو. ونسبة الالايزنج نويز ليفل عند الكت اوف، يعني الاف اي هنا هو نفس الكت اوف، مطلوب يصير اقل من 3%. اذا هنا يريد من عندي انه استخدم بيتر وورث فلتر الكت اوف مالته 8 كيلو بحيث ينطيني نسبه اللايزنج نويز ليفل اقل من 3%. المطلوب ديترماين ذا اوردر اوف ذا انتي اللايزنج لو باس فلتر. المطلوب الاوردر اللي هي الان
إذن أعيد السؤال. هنا عندي دي اس بي سيستم التردد مالته أو السامبلينج ريت مالته 40 كيلو، ويستخدم بيتر وورث فلتر الكت اوف مالته 8 كيلو، ويريد من عندي انه النويز ليفل اقل من 3%. طبعا اول شيء خلينا نعرف القانون. صراحه هنا كان المفروض اكتب القانون، على العموم هسه راح اسوي شير للمحاضره حتى نستذكر القانون. هذا القانون اللي عندنا واضح قدامكم طلاب. اي عندنا الالايزنج نويز ليفل يساوي هذا الباست ومقام الباست الاف اي على الكت اوف، والمقام الاف اس ناقص الاف اي على الكت اوف. هنا بهذا السؤال يقول لي اللي يريد النويز ليفل عند الكت اوف، يعني الاف اي هو نفس الكت اوف فريكونسي. يعني هنا من راح نعوض، هنا الكت اوف هذا الاف اي هو نفس الكت اوف، والان هو مجهول، والسامبلنج فريكونسي معطيني اياه 40، والنويز ليفل اقل من 3%. خلينا نجي نشوف شلون نقدر نحل هذا السؤال. هنا عندنا طرق، عندها طرق للحل. الطريقة الأولى، طبعا هذه الطرق يعني الطالب يقدر يحلها بأي طريقة، وهسه هم راح نحكي ونقول الطريقة اللي أغلب الطلاب استخدموها، ويعني هي مو غلط بس مو صحيحة 100%، وراح نشوف شنو السبب. نجي للطريقة الأولى واللي هي الطريقة البسيطة لكن تاخذ وقت، بس نوعا ما اسهل من الطرق البقيه، اللي هي طريقه التجربه، انه تجرب الان واحد تشوف ايش قد النويز ليفل. يعني تطبق الان واحد فيصير واحد زائد 8 على 8 في اس 2 في واحد، هنا الان واحد على تحت الجذر هذا، فنلاحظ انه النويز ليفل 34%. هذا ما يفيدنا. نجرب الاثنين راح يطلع 8%، وهم ما يفيدنا. نجرب الثلاثة راح يطلع 2%، واللي هو رقم هو اللي يفيدنا. إذا نقول الآن يساوي 3. هاي الطريقة الأولى اللي هي نوعا ما بسيطة، يعني مو معادلة واحتمال يعني واحد يخطئ. طريقة بسيطة لكن محتمل تاخذ وقت من عندنا، لأن نجرب أكثر من مرة، خاصة إنه إذا يعني الآن احتمال يصير 4 أو 5 راح تاخذ وقت أكثر. إذن هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أنه أسويها بشكل متراجحة، هو نفس القانون بدلالة الآن يبقى، لكن نقول أصغر أو يساوي 0.03 اللي هو قايل 3%. أصغر راجح صارت تقتعد الطلبة بالحال. يعني مرة طالب سواه قبل 2.7 يعني بدون تقريب، ماكو اوردر، ماكو رقم صحيح اقول 2.7، او طالب قال 3 وسكت، من اللي يقول 3 صحيح؟ انت صح قلت يساوي، مو هي هنا الخطا، انت من قلت يساوي وقربت، بس من اللي يقول انه الثلاثه يفيد؟ يمكن الاثنين هو يفيد، يعني انت حليت وما كملت. اكو طلبه لا، يعني من قال ان يساوي 3 راح تشيك ال3، شاف يحقق الشرط لو ما يحقق،
طبعا هو الثلاثة اوكي يحقق بالشرط، بس الاثنين يحقق او ما يحقق ما متأكد هو. لذلك يعني كانت اجابة انه الطالب من يقول يساوي مو دقيقة 100%. فالافضل محتمل، هو يعني هو صحيح انه طلع الثلاثة، بس محتمل كان يمكن الاثنين هم صحيح. يعني انت من قلت ثلاثة يمكن الاثنين هو هم الصحيح، لان انت شو مدرك، انت حليت فرضت انه يساوي، بس منو اللي يفيدنا الثلاثة او الاثنين؟ يعني مو دقيق مثل ما هذا من يقول ان اكبر، من قال اكبر اوكي، من راح تقرب تقول ان يساوي ثلاثة وما حد يعترض عليك. ليش؟ لان انت بالاخير قايل لك ان اكبر او يساوي، فمن العدد الصحيح اللي اكبر من الاثنين بوينت سبعة؟ اكيد الثلاثة. اي فهذا هو الحل الصحيح. الحل مالتكم يعني صراحة انا ما يعني ما طيب صفر قابل لا. الطالب اللي حال يساوي وحسب الان تساوي ثلاثة وطبقها وطلعت انطيته 4 من 5، لان يعني خلينا نقول هو اوكي حل، بس حله مو صحيح 100%. فهذا هو حل الهوم ورك الاول. فالافضل عندنا هالطريقتين، اما هاي الطريقه او هاي الطريقه. هسه نجي للسؤال الثاني. السؤال الثاني اللي هو طبعا صراحه يعني سؤال سهل بس هم نحكي هنا. اريد من عندي اقول الصح والخطا واصلح الخطا اذا موجود. الفرع اي الفولدنج فريكونسي او النايكوست ليميت، هنا انتبهوا نايكوست ليميت مو نايكوست فريكونسي، كون نميز بالتسميات. equal to half of sampling frequency، يساوي نصف السامبلنج فريكونسي، وهذا صحيح موجود بالمحاضرات. فرع بي هنا if the sampling frequency it equal to 2f max okay the original spectrum can be perfectly recovered from its sampling version using a practical low pass filter. يقول اذا السامبلنج فريكونسي ساوي 2f max، يقول الاشاره الاصليه من الممكن انه استرجعها باستخدام البراتيكال لو باس فلتر. طبعا هاي العباره خاطئه، لان مثل ما شفنا بالمحاضرات انه اذا الاشاره سويت لها سامبلنج عده 2f max لازم استخدم الايديال لو باس فلتر. فلذلك التصحيح انه البراتيكال راح يصير ان ايديال لو باس فلتر. طبعا هذا احتمال، او طالب ثاني يصلح مو البراتيكال، يصلح الايكوال. يقول اذا السامبلنج فريكونسي جريتر ذان 2f max اذا اقدر استرجع الاشاره باستخدام البراتيكال لو باس فلتر. يعني عندي حلين لهذا السؤال، اما اصلح الايكوال او اصلح البراتيكال لو باس فلتر. واضح هذا الهوم ورك لكم طلاب الحلول مالته؟ اوكي هسه نتحول للهوم ورك الثاني اللي هو مال السيجنال اند سيستم. طلاب دقائق وارجع لكم. الطلاب بالنسبة للهوم ورك الثاني، صراحة اختاريت الإجابة مال مصطفى لأن نوعا ما هي صحيحة، الأغلب صحيحة ما نقول كلها، أكو خطأ الجايات يعني، لان اكو كم خطا فهي هم تصلح لل يعني نقول هم هي بها حلول هواي اغلبيتها صحيحه، فهم اشرح عليها وهم ابين
خلينا نقول الأخطاء اللي يصير اللي محتمل تصير عند غير الطلاب. فعندنا السؤال الأول calculate the first eight sample value and sketch each of the following sequence. السؤال بسيط يريد من عندي أرسم الأول ثمان سامبلات للإشارات اللي موجودة اللي هي x of n مرة نص أس n ومرة 5 ساين بوينت 2 باي n. طبعا تطبيق مباشر أعوض ونعرف أن الآن تبدأ من الصفر وتنتهي بالسبعة. نص أس صفر، نص أس واحد، أس اثنين، أس ثلاثة، أربعة، خمسة، وإلى أن نوصل إلى آخر قيمة. والرسم مالته هو هذا، وهنا نكون نعرف وهي يعني يقول مصطفى أوكي هنا حالها انه هنا ال n وهنا ال x of ال n، وهي طبعا بشكل عام يعني بكل المواد يعني مو بس بالدي اس بي، اي ماده دائما نكتب على محور ال x شنو القيمه مالتنا هنا وعلى محور ال y شنو القيمه اللي موجوده. فهذا خلينا نقول الفرع الاول ما بي مشكله. الفرع الثاني 5 ساين بوينت 2 باي n يو of ال n، نفس الحالة مال الـ A، نطبق قيم من الصفر إلى السبعة، وهنا المفروض وطبعا هنا بين الصراحة إنه وايد أكو طلبة ياخذ أو ينقل بدون ما ينتبه للحل صح أو غلط. يعني طلاب أنت شفت ساين، مو المفروض الإشارة تشبه الساين أو يصير بها يعني يصير مثل البريودك والإشارة تصعد وتنزل مثل ما يعني رسمها مصطفى صحيح. ليش تجيني إشارة الساين أشبه بإشارة الآن تصاعدية؟ طبعا المشكلة يعني الأغلب يغلطون نفس الغلط، وهذا هنا يبين أنه ما شاء الله النقل واحد يغلط والبقية يغلطون وراء. من الهاي بوينت 2 باي ان، البوينت 2 هو واحد على خمسة. بس أنا قبل لا أحل ومصطفى أوكي حالة صحيح، بس خلينا نجي لهذا بوينت 2 باي ان، البوينت 2 هو واحد على خمسة، إذن هاي شتنقري ساين باي على خمسة ان. يعني هاي الإشارة المفروض إيش وقت الصفر طلاب؟ يعني مو بس مو الفردي يعني وانما عند الخمسه. ليش؟ لان ايش وقت يصير باي ان على خمسه يساوينا باي؟ عندما الان يساوي خمسه اللي هي هاي عندك صارت صحيحه عند الخمسه. خمسه في بوينت 2 واحد في باي باي، ساين الباي صفر. ف يعني شوفوا هنا هسه عند الصفر عند الخمسه، ولو حاسب السامبل العاشر او الاسام بالرقم نقول اكس اوف العشره فراح يساوي لنا صفر. فالمفروض الطالب شويه هم يباوع يشوف انه ليه اشاره ساين ليش صارت تصاعديه؟ واللي هو هذا السؤال هو طلاب غلطوا بيه. فالمفروض باي على خمسه ان، مره واحد مره اثنين ثلاثه اربعه، عند الخمسه راح يصفر وراها كانه تتكرر الاشاره لكن بالسالب، سالب اثنين، سالب اربعة، ولو مكملين كان صار سالب اربعة بوينت سبعة، سالب اثنين بوينت تسعة. وهذا الرسم هسه تشوفون رسم اشبه بالساين، مو اشارة تصاعدية. فالحل مالته مثل ما موجود هسه قدامكم هذا. هسه خلصنا من السؤال الأول، نجي للسؤال الثاني. Assuming a digital system processor with a sampling time interval of 0.01 second. إذن عندي ال T capital 0.01
هنا يريد من عندي convert each of the following analog signal x of t to the digital signal x of t. إذا مطلوب من عندي أحول الإشارة من analog إلى digital. أوكي. طبعا للعلم هنا الاغلب هم غلطانين خاصة بالفرع الثاني، يعني يمكن 90% معوض ياهم رقم، بس هو مبين جاي يقول لك ديجيتال سيجنال اكس اوف الان. فهنا هم مصطفى وكي حالها صحيح انه هذا التي سمول معوض عنه 0.01 في الان، وتطلع عندي ناقص 50 في 0.01 0.5 ان. هنا انتهى الحل. نقدر نقول الاكسبونيشنال والسالب نص هو 0.6، ويطلع لنا السيكونس بهذا الشكل. طبعا هذا الشكل او هذا الشكل هو نفس الشيء صحيح. طبعا الطلاب هواي شفتهم معوض له رقم، ما اعرف شنو هذا الرقم، يعني هو جاي يقول لك التي سمول نعوض عنه 0.01 في الان، ليش معوض رقم؟ فهنا هم هواي اخطاء كانت عند الطلاب. نفس البروسيجر استخدمها السؤال الثالث. هنا يريد من عندي اتشيك النظام، هل هو لينير، تايم انفاريانت، كازول، ستيبل. فراح نجي النظام فرع اي، نشوف النظام الاول اللي هو 5 اكس اوف الان زائد 2 اكس تربيع، حتى تشيك اللينياريتي. مره تشيك انه ادخل اكس 1 واكس 2، ومرة أدخل الـ X1 زاد الـ X2. فخلنا نجي هسه نشوف الـ X1. من ندخل الـ X1، هاي هي معادلة الـ Y of N، 5X زاد 2X تربيع. أطبق الـ X1، الـ X1 إيش راح تصير عندي؟ لا هو العفو الـ Y1، 5X1 زاد 2X2 تربيع، العفو 2X1 تربيع. الواي 2 اعوضها تصير 5 اكس 2 تربيع زائد 2 اكس 2 تربيع. العفو اشتبهت بالمعادله، واي 2 يساوينا 5 اكس 2 زائد 2 اكس 2 تربيع. هنا طبعا والطلاب انا قلت لكم الغرض من هذا انه انشر لكم واحد من الحلول حتى نصلح الأخطاء مالتنا على المستقبل. إحنا بالمحاضرة قلنا أي y1 زائد b y2، ما يصير أقول قبل y1 زائد y2، فهاي يكون ننتبه لها على الامتحانات الجاية أو حتى على الفاينال، إنه ما يصير أقول قبل y1 زائد y2. إحنا بالمحاضرة نقول أي y1 زائد b y2 على العموم. فنجمع الاوتبوت الاول زائد الاوتبوت الثاني ورا ما نضرب كل واحد فاكتر معين اللي هو الاي والبي، فيطلع لنا هذا الناتج. يعني هذا هسه النقص مالته بس هنا 5 اي اكس 1 زائد 2 اي اكس 1 تربيع زائد 5 بي اكس 2 زائد 2 بي اكس 2 تربيع. هسه ومثل ما سوينا بالمختبر الطلاب، انه مره ندخل اكس 1 واكس 2، مره ندخل
الجمع مالتهم. وهم هنا هم صار عندنا خطأ، المفروض نقول AX1 زائد BX2. هنا لازم نقول AX1 زائد BX2. هذا الانبوت كله يدخل على النظام، يعني ما كان كل X شعوض AX1 زائد BX2. وهنا مكان الـ X تربيع بين قوسين يقول AX1 زائد BX2 الكل تربيع. ورا ما طبقت وقلت لكم هنا بس عندنا نقص الـ A والـ B، فطلع عندي هذا الناتج. أقارن Y1 زائد Y2 هل يساوي الـ Y of الـ N؟ هنا خلنا نجي نشوف 5X1 5X1 2X1 تربيع 2X1 تربيع 5X2 هنا 5X2 هنا 2X تربيع هنا 2X تربيع. شنو الشيء الجديد صار عندنا هنا؟ هذا الجزء موجود بالواي وما موجود بالواي 1 زائد واي 2. إذن النظام شو يعتبر؟ نون لينير. واضحة هاي لكم طلاب؟ واضحة دكتور. أوكي نجي لل... إذن هسه قلنا النظام نون لينير، نجي نختبر الانفاريانت. شلون نختبر الانفاريانت طلاب؟ الانفاريانت مرة اروح للاكس مباشرة نقول ناقص ان نوت ناقص ان نوت، ومرة مكان كل ان اقول ان ناقص ان نوت. خلينا نشوف شلون احنا هسه حليناها. نفرض انه عندي x1 اللي هي x of n ناقص n اللي هي التشفيت مال ال x of ال n. ال y1 اللي هو الاوتبوت مال x1 اللي هو يساوي لنا 5x1 زائد 2x1 تربيع. احنا نعرف ال x1 هي x of n ناقص n. اذا راح يصير عندي ال y1 يساوي 5x of n ناقص n زائد 2 x تربيع of n ناقص n نوت. هذا هو كأنه عوضت مكان كل x n مكان كل x of n عوضتها x of n ناقص n نوت، يعني كأنه مباشرة شفتت ناقص n نوت. هسه ال n هنا 3 n 5 n ناقص n، أنا ما لي علاقة، مباشرة نقول ناقص n نوت. الحالة الثانية أقول y of n ناقص n نوت، شكو n بالمعادلة سواء خارج ال x أو داخل ال x، مكان كل n أقول n ناقص n نوت، فهاي n ناقص n نوت، يعني أرجي للمعادلة هاي مالتي n شو تصير؟ n ناقص n نوت، هاي n ناقص n نوت، هاي اجي اقارن هل هذا الجزء يشبه هذا الجزء؟ نعم، بما انه يتشابهون او متساوين، من نقول يتشابهون متساوين، اذا النظام شو نقول عليه؟ تايم انفاريانت. واضحه هاي الانفاريانت شلون اختبرناها طلاب؟ اوكي هي والله مصطفى انت لازم لك واضحه لان انت الحال. البقيه واضحه طلاب؟ واضح دكتور، دكتور انا ما راسي الحل طبعا. مرتضى واضحه لك؟ اي واضحه دكتور، انا لين هم حالي وجازز الحل. اوكي اوكي. الكازول هنا النظام عندي ما يعتمد على قيمه مستقبليه، اذا النظام نقول عليه كازول سيستم. هنا راح يجي الدور لكم طلاب، هذا الرابع شو تقولون؟ هذا الحل صح لو خطأ وليش؟ ها شباب ما اعرف انتم قولوا لي صح او غلط وليش. شلون شلون؟ اي اوكي هسه والله هذا جواب مصطفى، البقيه
ها شباب، ما البقية نايمين قاعدين. على العموم دكتور نكمل. بس المعادلة خل أشوفها، مراسل قد نقطة رابعة قال لك اوكي، المعادلة عندك هاي 5x زائد 2x تربيع. هاي شكل المعادلة. مصطفى، هسه هاي المعادلة. مصطفى يقول المعادلة h of n تساوي بهالشكل والنظام stable. النظام ستيبل صحيح، بس مو فاينات، يعني ما يعتبره فاينات او يضيف الدلتا حظي. ليش؟ لا هسه مصطفى عوف الفاينات. مرتضى، هاي الخطوة اتش اوف الان، هاي الخطوة صحيحة لو غلط؟ وطلاب يعني ارجع واكرر، ترى انا يعني من يعني جاي استعرض الحلول مال احد الطلبة حتى البقية يستفادون. يعني هذا هسه يمكن انا لو ما حاكيها، يمكن خلينا نقول مصطفى او غير مصطفى يمكن يحلها بهاي الطريقه، وحتى بالفاينل يحلها، والصراحه ما ينتبه للخطا مالته. فانا من جاي استعرض الحلول حتى الطالب يتعلم الخطا مالته، لان انا صراحه ما اقدر كل الهوم ماركات استعرضها وابين اخطائها. بس يعني اخذت اجابه مصطفى لان يعني اغلبيتها صح، بس بها كم خطا حتى البقيه ينتبهون. على العموم حتى ما يضيع وقتكم طلاب، الخطأ بهاي، شوف مصطفى انت ايش قلت؟ قلت النظام لينير. انت هسه لو ترجع اول فقرة ايش قلت على النظام مصطفى؟ نون لينير. هنا شوف طلاب، اكو فد فقرة انا حكيتها من الشعبة الثانية، صراحة انا ما كنت يعني مركز عليها، بس هسه انت من حليت بهالطريقة لازم اوضح فد شيء، اللي هو شنو طلاب؟ الاتش اوف الان فقط اقدر استخرجها اذا النظام لينير وتايم انفاريانت، اللي هو نقول عليه ال LTI سيستم. اي والله، بس خل ارجع انا يعني بالمحاضره منطين هيك ملاحظه لو لا، بس خل اشيكها. لنعطي هيك ملاحظة دكتور. لا الطلاب هي موجودة، بس الصراحة يعني مو حيل مركزين عليها، اللي هي خلها هسه اشير لكم المحاضرة. شوفوا هاي الطلاب، هسه المحاضرة بينت عندكم اكو فشي ظللته. اي شوف، in this section العفو linear time invariant ال LTI system will be represented by its impulse response h of ال n. اذا فقط ال LTI اقدر اطبق عليه اليونت امبلس او ال h of ال n، يعني فقط من يكون LTI اقدر احسب له ال h of ال n. اوكي، ولو هي مو حيل واضحه، بس يعني هي هاي الملاحظه اللي خلينا نقول هسه بينت عندنا، انه فقط ال LTI اقدر احسب ال H of ال N. اوكي المهم، هسه خلينا نرجع لل، على الاقل هسه انتبهنا لها. هسه الملاحظة واضحة لكم طلاب؟ واضحة دكتور، واضحة بس انه يلا واضحة. اي استنى، اي هي هسه هاي يعني الشيء اللي استفادينا، انه اذا النظام مو ال تي اي لازم، يعني لازم لينير ولازم تايم انفاريانت. اذا واحد من عندهم ما تحقق، ما اقدر استخرج الاتش اوف الام، لان هاي دل، لان الاتش اوف الام طلاب لازم بدلالة الأمبس بدون تربيع. هسه هاي تربيع، احنا ما عندنا تربيع، فلذلك ما اقدر اقول على النظام يعني اتش اوف الان تساوي. اذا هسه هاي نلغيها،
احنا صح قلنا بالمحاضرة انه عندك طريقتين للحل، اما بدلالة الاتش او بدلالة الباوند ان باوند اوت. بما ان النظام نون لينير اذا ما اقدر احسب الاتش اوف الان، وعليه اضطر استخدم طريقة الباوند ان باوند اوت، اللي هي شو تقول؟ تقول انه راح افرض الانبوت باوند اللي هو بي اكس، لنفرض انه الاكس مطلق الاكس اصغر من رقم محدد اللي هو بي اكس. اجي اطبق البي اكس بالمعادله، شو يصير عندي الاوتبوت اللي هي البي واي؟ يصير عندي 5 بي اكس زائد 2 بي اكس تربيع. بالتالي التربيع هو هم محدد، اذا البي اكس محدد البي اكس تربيع هم محدد، وعليه شو نقول على النظام؟ نقول ستيبل. دكتور انا حال بالطريقه الثانيه حال لي على. اوكي مو مشكله، يعني هو صحيح صحيح. اوكي. هسه طلاب قبل لا تحول للفرع بي، الفرع اي عندكم مشكله بيه؟ اي اي عامه ذيك، عامه ذيك طريقه عامه ذيك عامه، لان ما لها علاقه. جاي يقول لك اذا الانبوت باوند ايش ينطينا الاوتبوت، فهو سواء النظام اقدر احسب له الاتش اوف لين او ما اقدر احسب له، هو يعني ينطيني اوتبوت. اول وتالي لازم له اوتبوت، لكن هاي الاتش اوف لين لا، فقط للال تي اي. ذيك طريقه عامه، هاي طريقه خاصه للال تي اي سيستم. فرع بي اكس اوف لين ناقص 1 زائد 4 x of n، طبعا اختبار اللينياريتي. انا طبعا بعد ما بدي اعيد الملاحظه انه لازم a y1 زائد b y2، وكذلك الانبوت الاكس a x1 زائد b x2. المهم هم نجرب x1 لوحدها اللي هي هاي، ونجرب ال y2 لوحدها، وبعدين نجمعهم بس قلنا a y1 زائد a y2. المهم قلت طلع عندنا هذا الناتج. وراها الاكس اوف الان نطبق اي اكس 1 زائد اي اكس 2 هنا، يعني مره هنا نقول اي اكس 1 زائد بي اكس 2، وهنا نقول اي اكس 1 زائد بي اكس 2. ورا ما نكمل وتطلع عند الواي، اقارن هل الواي هذا يساوي اي واي 1 زائد بي واي 2؟ راح نشوف انه يساوي، بالتالي نقول على النظام لينير. الاختبار مال التايم فاريانت هنا نعوض، مره نقول ناقص النوت، ناقص النوت اللي هي هاي هنا، نقول اكس 1 هو اكس اوف ان ناقص النوت، فالواي 1 اوف ان يصير ناقص النوت ناقص النوت. ومره كل ان موجود بالنظام نعوض ان ناقص النوت اللي هو هذا. نلاحظ انه الواي 1 هو نفسه الواي اوف ان ناقص النوت، فنقول على النظام تايم انفاريانت. الاختبار مال انه النظام كازل لولا، واضح انه النظام ما يعتمد على قيمه مستقبليه، وعليه النظام نقول عليه كازل سيستم. الاستقراريه هنا شوف الطلاب، بما ان النظام لينير وتايم انفاريانت، اذا النظام ال تي اي، بالال تي اي اقدر استخرج الاتش اوف اللي هنا. الحل مالتنا صحيح، دلتا اوف ان ناقص 1 زائد 4 اوف 4 دلتا، فمن اسوي سميشن 6 اوكي النظام ستيبل. او اقدر استخدم البايبو اللي هو انه باوند انبوت مثلا بي اكس زائد 4 بي اكس، فيبقى الناتج خلينا نقول باوند
الاوتبوت باوند، فالنظام يكون ستيبل. هذا فرع بي. فرع سي هنا هم نختبر اللينياريتي، هم نقول واي 1 نطبق الاكس 1 هنا بهالشكل، تصير 4 اكس 1 تكعيب ناقص 2 اكس 1، والواي 2 هي 4 اكس 2 تكعيب ناقص 2 اكس 2، وبعدين نجمعهم ورا ما نضربهم بالاي والبي فيطلع لي هذا الناتج. بعدين اطبق الاكس الكليه هي اي اكس 1 زائد بي اكس 2 واطبقها اس 3. طبعا من افك الثلاثه راح يطلع لي في التيرم اكيد يختلف عن هذا، فنلاحظ انه الواي لا يساوي لي الواي 1 زائد الواي 2، وعليه نقول على النظام نون لينير. الاختبار مال الانفاريانت نفس البروسيجر السابقه، انه نعوض فد اكس 1 يساوي اكس اوف ان ناقص ان نوت، ونجي هنا نعوض شكو اكس نقول ناقص ان نوت، وبعدين نشفت شكو ان نقول ان ناقص ان نوت. نلاحظ انه الواي 1 هو نفسه الواي اوف ان ناقص ان نوت، وبالتالي النظام تايم انفاريانت. النظام كازل لان ما يعتمد على قيم مستقبليه. واختبار الاستيبلتي هنا هم نقول غير صحيح لان النظام مو LTI، فحتى اختبر اقول افرض انه الباوند ان بي اكس في 4 بي اكس تكعيب ناقص 2 بي اكس، بالتالي هذا الارقام هي تكون محدده فالنظام يكون ستيبل. فهنا الاختبار يكون بطريقه البايبو ستيبل وليس بطريقة الـ H of N. واضحة هاي طلاب شلون سوينا الاختبارات؟ واضحة اوكي. بالعكس طريقة كلش حلوة دكتور، حتى نعرف الأخطاء اللي نوقع بيها يعني. اي هي هاي. السؤال الرابع هنا find the unit impulse response of the following linear system، يريد من عندي احسب ال h of n للنظام. طبعا شوف هنا النظام هو time invariant و linear، خلينا نقول LTI، فاقدر احسب له h of n. ال h of n يساوي نص دلتا ان ناقص نص دلتا اوف ان ناقص 2. اما احلها بطريقه اعوض القيم مره 0 مره 1 مره 2 والثلاثه بس اشوف انه صفر، فعند الصفر اتش اوف الصفر يساوي نص في دلتا اوف الصفر ناقص نص في دلتا اوف السالب 2. نعرف الدلتا فقط عند الصفر موجوده هاي الداله اللي راح تساوي لي نص، وعند الواحد من اعوض بالقانون اثنيناتهم الصفارة، وعند الدلتا اوف الاثنين العفو اتش اوف الاثنين هنا فقط عند الصفر موجودة في النص فصير ناقص نص. اذا الاتش اوف الاثنين الاتش اوف الان العفو اتش اوف الان تساوي لي هذا الشكل اللي هو هذا، او هي نفسها هاي المعادلة نص دلتا اوف الان ناقص دلتا اوف ان ناقص 2، هذا هو الامباس ريسبونس وهذا هو الرسم مالته. ومثل ما قلنا هذا شلون قدرت تستخرجه؟ لان النظام ال تي اي هم لينير وهم تايم انفاريانت. لهنا عندكم سؤال على هذا الهوم وورك او القبله؟ اوكي واحد جيد. اول العلم بس يعني بس مصطفى ومرتضى اسمحهم بالمحاضره.
بقي ماكو مختفي. على العموم طلاب، هسه احنا هاي خلصنا من هذا الهوم وورك، اريد اسالكم سؤال. الاسئله مال بقيه الشعب، سواء شعبه باء او شعبه الف وباء قدره، شفتوا الاسئله مالتهم؟ اي دكتور، انا اتواصل ويا صديقاتي فيدزوا لي الاسئله مال الدكتور عمار واسئلتك همينه مال شعبه باء قدره. عجب مو مو صراحة، احنا هم مشغولين يعني، مفروض انتم بيناتكم حتى مثلا تحاول تحصل تحلها تشوف الاجابات مالتكم، يعني تشيكون الاجابات. يعني المهم وهي مصطفى، مو احنا ما نقدر كل شيء ننزل بالجروب. يعني هسه انا بالجروب، العفو مو بالجروب، بالكلاس، يعني كلاس هو رسمي ومن الجامعة انه محتمل يدخلون ويتشيكون. اكو امور يعني هيك شغلات، اسئلة بقية الشعب مفروض انتم بيناتكم، يعني حتى تشوف واحد من شعبة با من فرع القدرة، لان هاي ما نقدر، انا بالجروب ما اقدر انزل اسئلة مال غير شعبة او مال غير استاذ اصلا، هاي ما يحقني. اني مثلا الكلاس مالتكم الاي مخصص فقط لكم، فهاي تقدر انت من جماعتك شوف ياه اللي غير شعبة حتى تستفادون من الأسئلة البقية. أوكي، يعني هسه ها أوكي مو مشكلة. على العموم الأسئلة أنا صراحة هسه ما شفت إجاباتكم، بس الشعبة اللي قبلكم بس على الأقل تشوفون أكو سؤال جبته لهم. الصراحة الشيرة هذا كان السؤال مال الشعبة اللي قبلكم، شعبة الباء. المهم هو يعني السؤال اوكي عادي، السؤال الاول كان انه اكس او في الان، وطلبت من عندهم يحسب القيم ويرسم وراها يطبق انه يعكس الاشارة وراها يسوي لها ديلي 4 سامبلات، والمطلب الثاني بالعكس يسوي ديلي وراها يسوي فولد او يعكس الاشارة. أنا صراحة يعني أرد أوضح لكم السؤال الثاني، لأن كانت بي فكرة إنه الواي أوف الآن واي أوف الآن يساوي إكس أوف تو إن. واضح؟ جاي تشوفوا طلاب السؤال قدامكم؟ واضح دكتور. سؤال، هذا النظام ستاتيك لو دايناميك؟ ايه ليش؟ ايه كمل. دايناميك دكتور. دايناميك ليه؟ ليش مصطفى مرتضى ليش دايناميك؟ يعتمد على القيم الحاليه والجديده زين، مضروب بسكيال. اي خل هاي اوضح. مصطفى اخذ لي السامبل رقم 10 عند اللحظه 10، الاكس ايش قد تري المفروض ايش قد مال يا لحظه ينطيني اكس اوف ايش قد؟ ما سمعت اكس اوف ايش قد؟ اي اذا انا عند اللحظه 10 جاي اطلب قيمة الانبوت عند يا لحظة العشرين، اذا هذا النظام دايناميك وليس ستاتيك. اوكي اي بس ما دام 2n اذا النظام دايناميك وليس ستاتيك.
لينير لو نون لينير، لينير واضح لين اكس اوف 2 ان ما تتاثر. تايم فاريانت، تايم فاريانت هنا تايم فاريانت ليش؟ لين 2 ان لين لين من اقول الحاله الاولى كنا نقول نقول شكو موجود 2 ان 3 ان نقول ناقص ان نوت فيصير x of 2n ناقص n نوت. بالحالة الثانية أقول شكو n أصير n ناقص n نوت فيصير عندي x of 2n ناقص 2n نوت. فالنظام time variant، النظام كزل لو ننكزل؟ ننكزل ننكزل لأن مثل ما صار dynamic وأنه اعتمد على قيمة مستقبلية، هنا هم اعتمد على قيمة مستقبلية فالنظام ننكزل. ستيبل او نو ستيبل هنا ستيبل لان مهما يكون يعتمد على قيمه الاكس، اذا الاكس باوند في الاوتبوت هو نفسه راح يساوي الانبوت فالنظام يكون باوند. واضح؟ هذا هم ممكن نقول حل للسؤال مال الامتحان مال الشعبه اللي قبلكم. لهنا عندكم سؤال طلاب على المحاضره؟ دكتور بالنسبة للامتحان اللي فوز قبل شوي امتحنتنا يعني دوال مع رسومات أكثر من دالة يعني ما مطلعين عليه بس الموجودة بالمحاضرة يعني أكيد راح نتفاجأ وما راح نرسم صح. مرتضى هو تشفيت وتشفت أو تعكس هسه ما ذكر السؤال شنو بس تعكس وتشفت واليونت ستيب مرتضى اليونت ستيب يعني هاي معروفة اليونت ستيب هي فقط يعني هي كلها مضروبة بواحد بس شنو يبقى شكلها إذا هي يونت ستيب بدون أي تشفيت فهي تلغي السالب وتبقى الموجب وإذا قلت لك U of ناقص N تلغي الموجب وتبقى السالب وهو أكيد الامتحان يجيك سؤال جديد يعني مو جديد جديد يعني فكرة جديدة يعني مو فد شيء ما موجود بالمحاضرات بس هي كفكرة يعني المفروض ضمن المحاضرات هي يونت ستيب ومشفتها وضاربها بالاكس. اوكي اوكي دكتور يلا هسه خلينا نذيعك حضور.